السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. اليوم غنتلاقاو فلوق جديد اولا فيديو جديد. اليوم غادي تكون واحد الزياره ان شاء الله باذن الله. غنمشي عند بنت عمي اولا ما كوزين اللي ولدات الحمد لله على سلامتها. انا شخصيا كنعتبرها اختي لاننا كبرنا مع بعضياتنا وما كنعتبرها وحده من خواتاتي ماشي بنت عمي. وغنمشيو ان شاء الله باذن الله باش نباركوا ليها الزياده ونقولوا لها الحمد لله على سلامتك. المهم دابا انا يلاه خرجت من الدار غادي نمشي عند ماما ان شاء الله حيت غنمشي انا وياها، ومن بعد غادي نصور لكم النهار ديالي كيف ما هو كيفاش غيدوز شنو غادي ندير. خليكم معايا حتى لخرت الفيديو. البنات شوفوا انا دزت دابا عند موروكان جولدن سويت. كيف ما قلت لكم البنات انا دزت عند موروكان جولدن سويت. اختي عندها اون باج انستغرام كدير فيها الحلوه. الناس اللي انتريسي بالحلوه ديال الدار شي حاجه اللي رائعه بلا غش بلا والو، لا كاليتي في المقادير في المذاق شي حاجه اللي توب توب توب. كنصحكم بها. ما كنشكرهاش حيت اختي، لكن حلوتها شاكره راسها بشهاده الجميع. المهم انا غنخلي لكم الرابط ديال الانستغرام ديالها في لا بعدا. البنات انا يلا وصلت دابا عند ماما. المهم غادي نتغداو ان شاء الله باذن الله، حتى غنتغدى عند ماما دابا شي مون دابا شي تقريبا باقي ما وصلتش للعشيه. غنتغداو ان شاء الله عند ماما وغادي ندوزو نهار مع بعضياتنا. كيف ما قلت لكم اي حاجه درت رانا غنصورها لكم. غادي ندوزو نمشيو وناخذو كلكو شوز باش نديوهم معانا لزينب. صافي هادشي اللي كاين. المهم خليكم معايا، راه اللي درتها غادي نصورها لكم ان شاء الله. المهم بنات جيت نوريكم اش لاطوني اللي لابسه. هانتوما كيف ما كتشوفوا لابسه هاد لو او. خديتو داك النهار من دي فاكتو. خديتو البنات في 50 درهم. شوفوا شحال فن 50 درهم. زوين 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 بزاف. كنتمنى يكون كيبان لكم فيه هاد الديطاي هنا، فيه هاد الديطاي بحال هكا في الكميمات. صافي درت معاه هاد الفولار. وبالنسبه للبنطلون جو سي باش كيبان لكم ولا لا، راه فيه هاد لا كولور اللي في الفوق. جيسبر يكون كيبان لكم مزيان. فيه هاد لا كولور اللي في الفوق وفيه البيج والنوار. صافي كوم سا درت معاهم طبعا هاد الفولار بحال هكا، وغنلبس المونطو الفوق في البيج. صافي ديال لا توني ديال اليوم جيسبر تكون عجبتكم. هادشي اللي كاين البنات. البنات دابا انا جيت باش ناخذ الورد. انا دابا عند مول الورد، جيت لمارشي، جيت غير لمارشي سونترال هو اللي قريب. انا غنحاول نصور لكم شويه، واخا صراحه مع سان فالونتان راه ما بقى لا ورد لا والو، الورد كله مشى في سان فالونتان. انا نقلب نوريكم شويه، عنده حتى لي بلونط صراحه ديال الدار زوينين. انا غنقلب الكاميرا ونوريكم. هاد الوريضه البنات انا كنحمق عليها. هذه الليس كاين فيها البيض وكاين فيها اللي كتكون فيها الموف مخلطه. هي نورمالمون كتجي بحال هكا مسدوده. انا شخصيا الا غناخذها للدار تناخذها مسدوده باش يلاه كتحل مع الوقت، لكن الا غادي تديوها يعني بحال هكا في بوكي يعني لشي حد ولا شي حاجه دو بريفيرونس تاخذوها محلوله باش كتعطي المنظر، حيت ملي كتكون مسدوده ما كتعطيش المنظر. لكن سبحان الله زوينه، واحد الورده اللي زوينه بزاف كيف ما كتشوفوا هنا. راه كاينه وحده في الموف راه غادي تبان لكم هنا، شديتها قبيله في لا فيديو. وكاين هنا وردات صراحه ما لقيتش بزاف ديال الورد كيف ما قلت لكم في الاول مع سان فالونتان. الورد مشى داوه مالي داوه مالي. المهم انا شاركت معكم شويه. وبالنسبه لهاد الوردات اللي كتشوفوا، هذا هو البوكي اللي عزلته انا شخصيا. عزلت ورده ورده وصوبته على ذوقي، صوبوا لي السيد الله يجزيه بخير على ذوقي باش نديه لاختي زينب. تستاهل كثر صراحه، نتمنى يكون عجبها. تستاهل لانها ونعم الاخت كيف ما قلت لكم في الاول، راه كنعتبرها وحده من خواتاتي. وبالنسبه لهنا احنا جينا وصلنا عندهم الدار، لقينا دايره ان بوتي بوفيه بحال هكا
حدا الصالون يعني حاطه فيه كحليوه لي دراجي هذوك الكميمسات ديال الصرغيله هادشي كلشي مصوبه هي على يديها مصوبه لي كاطو على يديها مصوبه يعني حاجات زوينين جالبي فيه زوين ما شاء الله دوزنا واحد العشيه البنات لي غزاله من هذا المنبر البنات كنقول لكم تهلاو في عائلاتكم ديروا صله الرحم تزاوروا تلاقاو لان راه ولات واحد الفتنه الدريات راه ما يمكنش الا ما خرجتوش الوقت وتسناو تقولوا اليوم غيجي الوقت غدا راه الا ما خرجتوش يعني من الضيق راه مستحيل يخرجوا مستحيل تلاقاو مع عائلاتكم وهذا الشيء كيكبر غير جفا يعني الانسان كيبعد على بعضياته حنا الحمد لله اللهم لك الحمد واخا ما كنتلاقاوش بزاف بحكم الظروف لكن العلاقه زوينه اللهم لك الحمد ويعني الانسان ملي كتلاقاي معاه كتحسي انه تيبغيك لله وهذه الحاجه اللي كيقلبوا عليها كاع الناس هو الحب لله لان للاسف حنا ولينا في واحد المجتمع اللي كاين غير مصلحتي مصلحتك وهنا الله يكبر بها بارتي نرفيسه بتجل بنتي هذه صوبتها مرات خويا الكبير الله يعطيك الصحه اختي توريا من هذا المنبر الله يعطيك الصحه رفيسه جات غزاله دارتها بهذاك دارتها بالعديسه وباللوز بالتميرات وهذاك البيض ديال السمان ودارت حتى هذاك الكاشير اللي كيديروا الناس ديال المكناس وديال العمر اللي صراحه ما كليته اول مره غندوقو جاني شويه داير بحال في لا تيكستور ديالتو داير بحال الطحال الناس اللي كيعجبهم الطحال راه تقريبا نفس لا تيكستور هو مرمل شويه ما كيجيش يعني صامت لكن زوين بنين هنا خلاص مورا الغدا عمرو لينا اتاي صراحه دازت العشيه زوينه البنات كنعاود ناكد عليها زوروا حبابكم زوروا صحابكم لان الوقت كيجري وحنا كتاخذنا الحياه وكياخذونا الاشغال وكياخذونا الالتزامات ديالنا لكن ما خصناش نساو حبابنا ما خصناش نساو اننا عايشين في وسط مجتمع ما يمكنش نعيشوا بوحدنا واخا يكون عندنا كل شيء ضروري نشوفوا حبابنا ومنتلاقاو بهم ومنتلاقاو بصحابنا ونتلاقاو بعائلاتنا وبخوتنا وبقاع الناس ما نحاولوش نعيشوا بوحدنا لا 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 ثم لا حيت واخا يكون عندك اللي كان ما كيعوضكش على ان تكون عايش حيت حنا عايشين في وسط المجتمع عايشين في وسط واحد الدنيا واخا توفر لك كل شيء الا ما عندكش الناس دايرين بك يعني ما عندك والو المهم نخليكم البنات مع لوغيز ديال الفيديو ونتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم بحسابو مع سهبو يطعن ويزيد بالجراح عدامي في غراض هاد الدامي غير ملكت عقلي بجمالها وغلقت عنوام بالمرحمة أرمي يا راحت لعقل ترحامي من شفاك طال سقامي كيف نبقى حيار وانتي مسلية روفي يا الغزال فاطمة البنات المهم دابا راه يلاه كيف ما كتشوفوا راه بدا كيطيح الظلام شويه المهم دابا يلاه سالينا مع بنت عمي اللي جينا نشوفوها وداك الشيء الحمد لله لقيناها بخير وعلى خير دوزنا شيه صراحه زوينه مع الاهل والاحباب كانت مرات خويا كانوا العائله كانت بنت عمي كانوا الناس اللي كنبغيهم صحابنا وحبابنا دوزنا واحد العشيه اللي زوينه صراحه كنقول لهم شكرا بزاف كبروا بينا الله يكبر بهم وهذا الشيء اللي كاين هنا غنسد لكم الفلوق ديال اليوم كنتمنى يكون عجبكم وكنتمنى تكونوا استمتعتوا معايا شويه واخا ما فيهش كيف ما كنقول لكم دائما شي افاده كبيره لكن بغيت نشارك معكم نهاري كيف ما هو واللي باقا ما تابوناتش تخلي لي ابوني واشتراك باش تشجعني ونحط لها فيديوهات اكثر خليتكم على خير الى فيديو قادم ان شاء الله السلام عليكم.